ننقل على برج الأسد. لعندك أساس برجك الأسد وبرج أغلى الغاليين عندي الأسد، وكمان بعرف شوي. أنا مش عن كل الأبراج على فكرة بعرف، يعني بعرف السرطان بس ما تفكرني بعرف الكل، شوي بعرف الأسد. الأسد أول حبيب بحياتي كان سرطان، وعشت معه يعني خطيب كمان 3 سنين، فبعرف كتير تفاصيل، وكل اللي مرق قدامي سرطان طلعوا مثله. الأسد كمان أثرتي فضولي إنه أغلى حبيب، ولا بدك تتحفظي على المعلومة؟ خي الأسد كمان عشت تجارب مع أسد، رامي عياش حبيب قلب الأسد، تامر حسني حبيب قلب الأسد، عندي علاقات كتير مع الأسد وبيطلعوا قدامي، وغالبا أنا كعذراء بنشد للأسد، بحسسني بالأمان، مهضوم، مش للزواج بس فيني أظهر معه إذا بدي أشرب، بيقولوا بتظهر بشرب كيف الأسد فيك المرأة العذراء، ما بعرف إذا غيري كمان، بس هو مصدر فرح لأنه متفائل بشكل دائم، وإذا كان متشائم بينه وبين حاله ما بخبر حدا. هيك what I know about بينعزل. الأسد. مظبوط؟ صحيح. الأسد ست نضال الأسد، تمام. هو عبارة عن شخص بيشبه الأسد لحد كتير كبير، يعني بيشبه أسد الغابي، وعنده منطقة نفوذ بحددها وممنوع الاقتراب منها. يعني هاي منطقة النفوذ هي بسميها دائرة الراحة تبعه الخاصة فيه. أي شخص ممكن يقترب منها ما بيزعجه، لكن ممكن يخرجه من خصوصيته. هلق دائرة الراحة تبع الأسد هي شيء كتير غريب، وهي شيء كتير غير مفهوم ببعض الأحيان لدى مولودين برج الأسد. هون عم بحكي عن الرجال والإناث اللي ما عندهم وعي، أو عم نحكي عن الجمهور العام. تفترق نسب الوعي، يعني تختلف مولود برج الأسد اللي بالقطاع العسكري عن القطاع الدبلوماسي عن الفني وما إلى ذلك. هو شخص قائد لحد كثير كبير، كريم، يعني ممكن يعطي اللي بيحتاج المساعدة واللي ما بيحتاجه وبينسى مين عطى، يعني معطاء لدرجة كثير كبيرة، وبيكره طلب أي شيء من أي أحد، خصوصا الأشياء المادية. بيرفض البتة المساعدات المادية شو ما كانت، والمصاري بالنسبة له أو الفلوس هي موجودة للاستمتاع فيها مش أكتر، يعني مش لتكديسها. ودائما هو حدا حنون وأب روحي للمحيطين فيه، لأنه بيفهم احتياجاتهم بسبب أنه شخص ثاقب الفكر، حاد الذهن، ما بيهدر وقته صدقا. قيمة الوقت عنده قيمة كتير كتير عالية، يعني مستحيل يضيع وقت. ممكن يضيع وقت بملذاته، ممكن يضيع وقت بأكل بحبه، بشراب بحبه، مع إنسان بحبه. هاي ما بسميها إنه ضياع وقت. وممكن ينطر 100 شخص وهو عايش الجو تبعه، يعني ممكن الناس كلها تكون عم تنطره لأشياء ضرورية بس هو آخر همه. بالمقابل إذا حدا كان تعبان بيقدر يخرجه من تعبه، عنده هاي الطاقة وعنده هاي القدرة، بكلمتين بيطلعه من تعبه، مش حرزاني بكرة الله بيفرجها وما إلى هنالك. بس هو إذا كان تعبان، ما معقول كأنك بتعرفون الأشخاص، وبعرف بالعشرات يعني بشيلوا الهم على القلب ويفرجوك إنه الدنيا بامب، يعني الدنيا كتير حلوة وبتكون خربانة، ها يعني بس بيقنعوك، بصير تفكر إنه مزبوط قال هيك، عنده قدرة ملك الأسد، بس ما بعرف المرأة الأسد إذا مثله. تفضل كفي. المرأة الأسد بتتشارك، حتى نحن نعطيها كمان حقها، بتتشارك بنفس الأشياء. بالمقابل نحن حكينا صفة إنه لما بيكون هو تعبان بينعزل على نفسه، ما بيحب يزعج حدا أو يحمل حدا همومه ومشاكله، لأنه ما بيحب يبين ضعيف بنظره. إنه هو إذا تكلم، وهي المرأة كمان مش الحكي كله عن الذكر، لو عم بحكي بصيغة المذكر بيشمل الاثنين. هلأ بنحكي عن التمييز بين الذكر وبين الأنثى. بنظره إذا بين، يعني هو متاعبه ومشاكله حتى الصحية، مع أنه صحيا شوي خروق الأسد، يعني منه قوي، بيبين أنه هو ضعيف أو بتروح زمام القيادة منه. المرأة الأسد عاطفيا شوي ممكن تنكسر،
يعني ممكن إذا حدا تقرب منها شوي بيكسرها، حتى إذا كان جارحها من قبل، ترجع بتنعكف لزواجها ولبيتها ولحياتها العائلية. يعني بس تتعب من الحياة، بس تتعب إنه شوي، إذا كانت عم تشتغل مثلا، سكرت شوي بوجه الأمور المهنية والمالية، ممكن تلتجئ لرجل يساعدها. الرجل الأسد ولا ممكن يلتجئ أو ينكسر، مع العلم أنه غالبا الرجل الأسد بيتزوج زواج استراتيجي، أو بصادق امرأة صداقة استراتيجية، بيكون دارسة كتير منيح، بحب الامرأة الصعبة. على الجانب المهني أيضا، بدي نوه عن برج الأسد ككل، هو حدا مبدع بمجاله، هو حدا لا يدعي ما لا يعرفه، يعني أي شيء بيكون متمكن منه وممكن يكون الراس فيه بقول لك أنا بعرفه. وإذا في تفاصيل مهنية أو عروضات مهنية إجته ما عنده خبرة فيها، مستحيل يستقبلها ومستحيل يدخل فيها. كريم بالحب وبحب الكل الأسد، بس كيف لا، علاقته مع ما بحبها ما اللي الأسد بدي؟ الأسد حدا كتير رومانسي، يعني بحب إن كان امرأة أو رجل، بحب العلاقات الرومانسية دائما، بحب بس فضيحة، يعني إذا ارتبط بحدا فضيحة، عرفت كيف؟ ما بيعرف يخبي دائما. أي مرة بدها ترتبط ببرج الأسد بدها تحسسه إنه هو ملك في عرينه، أو تحسسه إنه سيد الرجال في العالم، أو بيروح بدور على غيره، يعني ما عنده وقت، عرفت كيف؟ وممكن تبهدليه وتنتقديه وكذا وما برد، عرفت كيف؟ يعني خلاص إنه هو بده يروح يعيش حياته وملذاته. ايه معه حق والله، هذا اسد بالاخير. هلك انا شو عم بتعصب للاسد. خلي عينك على الجرس.